السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذة العريان سميرة في حل اختبارات وفروض الجيل الثاني السنة الرابعة متوسط في مادة اللغة الإنجليزية. أهلا وسهلا بكم. إذن درسنا لنهار اليوم سوف يكون عبارة عن حل اختبار تدريبي في الفصل الأول، وهذا هو النص الذي قمت باختياره لكم. إذن فلنبدأ على بركة الله. So first of all, I will talk in English, then I will translate to Arabic in order to make everyone understand what I'm saying in English. سوف أقوم أولاً بالتكلم باللغة الإنجليزية، بعد ذلك سوف أقوم بالترجمة كما عودتكم. إذن سوف أقوم بقراءة النص. So I will start to read the text. Father of Algerian nationalism. Ahmed Massali Hajj was an Algerian nationalist politician leader. This famous leader was born on May 16th, 1898, in Tlemcen, where he grew up and learned the Holy Quran and received a religious education influenced by the Darqawiyya Sufi order and also educated in a local French primary school. Later, he founded the ENA, North African Star, in 1926-1937. The PPA, Algerian People's Party, between brackets, in 1937-1939. The MTLD, Movement of the Triumph of Democratic Liberties, in 1946-1954, before dissociating himself from the armed struggle for independence in 1954. He also founded the MNA, Algerian National Movement, in 1954, to counteract the ongoing efforts of the FLN National Liberation Front. In 1954, he defended his land and protected the Algerian values, language, and religion to keep the Algerians unified against their enemy. Consequently, he became one of the most prominent Algerian nationalists seeking to remove all French forces and to end French colonial rule in Algeria. He died on June 3, 1974, in Paris, France. Adapted from https://n.wikipedia.org/. So, كان هذا النص. إذن سوف أقوم بالترجمة باللغة العربية. أبو الوطنية الجزائري. أحمد مصالي الحاج كان قائداً سياسياً وطنياً جزائرياً. هذا القائد الشهير ولد في 16 ماي 1898 في مدينة تلمسان، أين كبر هناك وتعلم في المدرسة القرآنية، حفظ القرآن وتلقى الدروس والتربية الإسلامية متأثراً بالمدرسة الصوفية الدرقاوية، كما تعلم أيضاً في المدرسة الابتدائية الفرنسية المحلية. بعد ذلك قام بتأسيس حزب نجم شمال إفريقيا سنة 1926-1937. الحزب الثاني الذي قام بتأسيسه يسمى PPA، والذي يعني حزب الشعب الجزائري، 1937-1939. الحزب الآخر هو The MTLD، ويعني حركة انتصار الحريات الديمقراطية الجزائرية، عام 1946-1954، قبل أن ينفصل عن الكفاح مع القوات المسلحة من أجل الاستقلال سنة 1954. كما قام كذلك بتأسيس حزب الحركة الوطنية الجزائرية سنة 1954، وهو الحزب المعارض لقوات جبهة الأفلان، والتي تعني جبهة التحرير الوطني سنة 1954. لقد قام بالدفاع عن أرضه عن طريق حماية القيم الأخلاقية الجزائرية واللغة والدين، من أجل أن يترك الجزائريين موحدين ضد العدو الفرنسي. ونتيجة لذلك أصبح واحدا من أهم الناس المعروفين بين الجزائريين الذين دافعوا عن أرضهم ضد الاحتلال الفرنسي وأحكامه في الجزائر. توفي في 3 جوان 1974 في باريس بفرنسا. إذن كان هذا النص.
ننتقل مباشرة إلى الأسئلة. إحنا هنا شكون هو الشخصية نتاعنا اللي قاعدين نهضروا عليها؟ هو أحمد مصالي الحاج أبو الجزائريين. إذن وهذه هي التسمية التي كانت تطلق عليه. إذن أول شيء أقوم به هو عمل صورة النص, the picture of the text or the image of the text. So in here I need to analyze the text step by step. يعني خطوة بخطوة أقوم بتحليل النص نتاعي. عندي هنا يا the image of the text includes the title, the number of paragraphs and the source. يعني هنا عندي صورة النص تاعي راح تضم لي العنوان والمصدر وعدد فقرات النص. لماذا نقوم بهذه العملية؟ من أجل تسهيل حل الأنشطة فيما بعد. يعني هنا يتكون النص نتاعي or this text includes a title which is father of Algerian nationalism. I have also a source. لدي أيضا مصدر اللي هو the internet. It is a website اللي هو موقع إلكتروني. The first paragraph starts from أحمد مصالي الحاج till the end. يعني هنا the whole text is one paragraph. يعني هنا ما عنديش عدد فقرات, عندي فقرة واحدة تضم التعريف نتاعو كامل, مفهوم؟ السيرة الذاتية نتاعو بكل ما قام به من عمل, أين ولد, كذلك أين مات, ومجموع الأعمال التي قام بها ومقترنة بتواريخها, مفهوم؟ So we move directly to part 1, reading comprehension. ننتقل مباشرة إلى الجزء الأول والذي يتكلم عن مفهوم النص. I read the text carefully and do the following activities. أقوم بقراءة النص, بعد ذلك أقوم بعمل الأنشطة التالية. Activity 1, النشاط الأول. I complete the bibliographical notes. قم بإتمام النقاط التالية المتعلقة بالسيرة الذاتية لهذا الشخص. عندي title. شفتوا عليه قلت لكم دركا قبل ما ننتقلوا إلى النشاط ديروا صورة النص. لماذا؟ لأنها مهمة جدا. هاي هنا راح تسهل عليا الخدمة نتاعي. عنوان النص هو Father of Algerian Nationalism. نهبط ونعاود نكتب هنا العنوان. عندي the source اللي هو المنبع نتاع النص. ها هو adapted from اللي قلنا هذا الموقع نتاعنا. عندي author, من هو الauthor أو الكاتب نتاع النص؟ ما عنديش. إذن رايح نحط مباشرة الفراغ نخليه كما راهو. لماذا؟ لأنه عبارة عن website يعني موقع إلكتروني, ما عندناش الكاتب تاعه. date of publication أيضا ما عنديش. لماذا؟ لأنه تاريخ نتاع النشر نتاع هذا المقال أيضا ماهوش مذكور, مفهوم؟ عندي type of document, نوع هاد الوثيقة, blog article, press article, web article. يعني blog article مقال مدون, ولا press article الذي يعني مقال صحفي, ولا web article اللي هو مقال في من الانترنت أو من الشبكة العنكبوتية. إذن هنا راهو الجواب واضح جدا. The answer is very clear. So it is a web article. مفهوم. ننتقل إلى النشاط الثاني. We move directly to the second activity. I read the following statements and write true or false or not mentioned. يعني هنا عندي ثلاث اختيارات راح نكتب أمام الجملة, صحيح أو خطأ أو غير مشار إليه. Not mentioned يعني لم يتكلم عليه النص أبدا. إذن the first sentence, مصالي الحاج is from تلمسان. يعني هنا راح نقوم أولا, I will read my exercise or my sentences or they are. راح نقرأ الجمل تاعي كما راهم, بعد ذلك نحاول نفهمهم باللغة العربية, بعد ذلك وش راح ندير؟ نعاود نولي دائما إلى النص. I will always go back to read again the text. لأني الجواب تاعي دائما راح نجبدو من النص. نعاود نقرأ. الكلمة المفتاح نتاعي في هاد الجملة هي مصالي الحاج is from تلمسان. تلمسان هي الكلمة المفتاح, نطلع طول بها في النص ونقول تلمسان هاهي. نعاود نقرأ. أحمد مصالي الحاج was an Algerian nationalist. This famous leader was born on May in تلمسان. يعني الجواب نتاعي راهو صحيح. It is true. مفهوم. The second sentence, he completed the Holy Quran at the age of 10. لقد أتم قراءة القرآن في عمر 10 سنوات. الكلمة المفتاح نتاعي هنا هي the Holy Quran.
يعني القرآن الكريم، وعشر سنوات نعاود نطلع للنص نتاعي ونشوف وين جاي هضرني على القرآن. Holy Quran يعني هذه هي السر في هذا النشاط نتاع True or False، رايح تشوف الكلمة المفتاح نتاعك، بعد ذلك تقدر تجاوب عليه بكل سهولة. The Holy Quran ها هي and received a religious education from Muslim by the لا هنايا هاي وين حبست لي، إذا هو هنا ما هضر ليش خلاص على وقته أتم القرآن، مفهوم؟ هضر لي فقط أنه تلقى القرآن الكريم وحفظه، لكن لم يذكر العام الذي أتم حفظه فيه. إذا my answer is not mentioned. He founded the FLN. هو قام بإنشاء حزب الأفلان. Where is my keyword؟ أين هي الكلمة المفتاح تاعي؟ هي أفلان. إذن مباشرة نطلع للنص نحوس على كلمة أفلان. إذن ها هي هو من قام بإنشائه. نشوف تراش. He also founded the MNA Algerian National Movement to counteract the ongoing efforts of the FLN. إذن هنا هو لم يقوم بإنشاء حزب الأفلان، وإنما قام بالرد على حزب الأفلان بإنشاء حزب آخر يسمى حزب الحركة الوطنية الجزائرية. So the answer is false. خطأ. الجملة الرابعة. He died at the age of 76. توفي في عمر 76 سنة. إذن الكلمة المفتاح نتاعي هنا. Where is my keyword? It is died. يعني توفي. نطلع مباشرة إلى النص. نحاول نلقى كلمة died. He died 1947. ما تذكر ليش العمر اللي مات فيه، وإنما أنا هنا بمجرد عملية حسابية صغيرة نقدر نستخلص العمر نتاعو، بما أنه أعطاني تاريخ الولادة وتاريخ الموت. ندير سنة 1974 ناقص 1898 وأح نلقى 76 سنة. إذن الجواب نتاعي راهو صحيح. It is true. لماذا؟ لأنه هنا it was a tricky question. كان سؤال مفخخ. It means that you need to be very careful about this. لازم تكون يعني حذر جدا لهذه الأسئلة. Activity number 3. I find in the text words that are closest in meaning to the following. هنا عندي synonyms. عندي well known. نطلع إلى النص. هنا ما عطانيش الفقرة وين جهة رح نلقى، وإنما رح نعاود نقرأ النص متاعي. Well known وتعني معروف. عندي you have two choices in here. عندي كلمة famous وعندي كلمة prominent والتي تعني مشهور ومعروف. الكلمة الثانية established والتي تعني أسس. نولي للنص نتاعي راح نقول نلقى كلمة founded. قاعدين تلاحظوا بأن الكلمة تاعي ولا الفعل تاعي بقى محتفظ بالزمن نتاعي which is the past simple. إذا هنا راح نعطيله نفس الزمن. ننتقل إلى mastery of language إتقان اللغة which is part 2 وهي الجزء الثاني من هذا الاختبار. Activity 1. I supplied the punctuation and the capital letters where necessary. هنا راح نقوم بوضع علامات الوقف أينما تطلب ذلك. مصالي حاج served in the French army from 1918 to 1921. يعني مصالي الحاج خدم في الجيش الفرنسي من سنة 1918 حتى سنة 1921. إذن هنا ماذا راح ندير؟ نكتب مصالي حاج لأنه اسم عالم. It is a proper noun. I will write it with a capital letter. راح نحط هنا الحرف الكبير M. H served in the French army. عندي تاني هنا capital letter French army from إلى غاية التاريخ ونحط نقطة تاعي هنا. مفهوم؟ It's a very simple activity. يعني هذا نشاط سهل جدا. We move to activity number 2. I turn the following sentences to the passive. هنا عندي الباسيف والاكتيف كما تعرفوه، يعني المبني للمعلوم والمبني للمجهول. عندي هنا يا I will read the sentence. France colonized Algeria in 1830. استعمرت فرنسا الجزائر سنة 1830. إذن هنا ماذا راح ندير؟ راح نقوم بالتطبيق مباشرة. لماذا؟ مانيش راح نقوم بشرح الدرس اليوم لأنه راح يكون لنا درس بإذن الله ونشرحه وتفهموه بالطريقة المثلى. إذن راح مباشرة ندير نقول Algeria was colonized by France
in 1830. استعمرت الجزائر من طرف فرنسا سنة 1830. The second sentence. مصالي had visited Paris in 1923. قام مصالي الحاج بزيارة باريس سنة 1923 ميلادي. نقول هنا Paris was visited by مصالي الحاج in 1923. The third sentence. الجملة الثالثة. The Algerian leaders protected our national identity. تولي لي. Our national identity was protected by the Algerian leaders. يعني هويتنا الوطنية حميت من طرف قادتنا الجزائريين. مفهوم؟ رح يكون لنا بإذن الله درس مفصل عن active voice and the passive voice in English language. لذا تابعوني. عندي activity number 4. النشاط الرابع. I find in the text four words that have the following sounds. يلك جد في النص كلمات فيها الصوت التالي على وزن يعني make and five. Long A and long I. مفهوم؟ نطلع مباشرة إلى النص ونحاول نلقى. إذن طالب عليا أربع كلمات زوج هنا وزوج هنا. في هذه الحالة إذا ما عاودت وليت للنص رايح نلقى كلمات كثيرة على وزن make. So عندي famous. عندي later. Dissociating. 18. هاي أيضا إلى آخره. والنص راهو يعني مملوء بكلمات مماثلة. إذن هنا راح نحط famous وراح نحط أيضا dissociating ولا later. عندي هنا يا على وزن 5 راح نلقى الكلمات التالية. عندي كلمة died وعندي كلمة primary. primary مفهوم primary. إذن هنا عندي نفس الصوت. ننزل إلى الجدول ونقوم بكتابة الكلمتين. عندي primary وعندي died. مفهوم. We move directly to the part 2 which is written expression. ننتقل إلى الوضعية الإدماجية. نقرأها كما هي ونحاول نفهمها. بعد ذلك نحاول نحلها. You have received an email from an American friend of yours. He or she asked you to write him a reply in which you describe one of the outstanding figures in your country. You have chosen Farhat Abbas. Write him or her your reply. قمت بتلقي رسالة نصية إلكترونية من صديق أمريكي لك يعني على الإنترنت. وطلب منك أن تقوم بوصف يعني شخصية من الشخصيات الشهيرة في بلادك لها صدى في بلدك. إذن هنا أنت قمت باختيار فرحات عباس كشخصية اللي رايح تحكي له عليها. هنا رايح تقوم بكتابة الرد نتاعك عليه. هنا أعطاك ID card اللي هي وثيقة الهوية التي تساعدك في التعريف بفرحات عباس وأهم الإنشاءات التي قام بها. رح نقرأ الID card تاعي. I will read my ID card. عندي name فرحات عباس. الاسم فرحات عباس. Date of birth. تاريخ الولادة 24 أوت 1899. عندي مكان الولادة place of birth a village south of طاهر جيجل. هو خالق في ولاية جيجل في طاهر يعني جنوب الولاية. تاريخ الوفاة date of death December 24th 1985. place of death مكان الموت عندي ألجيز الجزائر العاصمة. Nationality الجنسية جزائري Algerian. Education تعليم نتاعو Educated first at Skikda where he received his baccalaureate and attended the pharmacy school at the University of Algiers. After graduating he worked as a pharmacist at Sétif. يعني هنا هو قرأ أولا في مدينة Skikda أين تحصل على شهادة البكالوريا الخاصة به. بعد ذلك قام بدخول جامعة الجزائر تخصص علم الصيدلة وبعد التخرج قام بالعمل كصيدلي في مدينة سطيف. Occupation هنا عندي المهن التي تقلدها. عندي pharmacist صيدلي politician سياسي and a president of the National Assembly and the first acting president after independence. كان رئيس حزب ولا تجمع الوطني الجزائري
وأول رئيس مؤقت للجزائر بعد الاستقلال. مفهوم؟ اعتمادا على هذه المعلومات, depending on all this information, I'm going to write my reply to my friend. مفهوم؟ على أساس هذه المعلومات راح نقوم بكتابة الرد تاعي على صديقي الأمريكي الذي طلب مني كتابة المعلومات عن واحد من أهم الشخصيات المثيرة للجدل في بلدي الجزائر. إذن الجواب نتاعك والرد نتاعك عليه راح يكون كالتالي. تقول له Hi John, مرحبا صديقي John. How are you doing? كيف حالك? I hope you are doing well. أتمنى أن تكون بخير. I received your last email that you asked me to give you some information about an outstanding figures in the world. لقد تلقيت رسالتك الإلكترونية التي أخبرتني فيها أو قمت بسؤالي عن إعطائك معلومات عن أحد أهم الشخصيات الشهيرة في بلدي. I'm glad to give you the following information about Farhat Abbas. أنا سعيد جدا لأخبرك عن المعلومات الخاصة بالشخصية الشهيرة في بلدي وهو فرحات عباس. فرحات عباس is an Algerian pharmacist, politician and president of the National Assembly and the first acting president after independence. He was born on August 24th, 1899 in a village south of Tahir, Jijin. He educated first at Skigda, where he received his baccalaureate and attended the pharmacy school at the University of Algiers. After graduating, he worked as a pharmacist at Sétif. This well-known leader died on December 24th, 1985. In Algiers. This is a brief information about this famous artist. If you want, I will give you more information in my next email. Keep in touch, your friend. يعني هنا قام بإعطاء جميع المعلومات اللي شرحتها قبيل كي كنت نفهم فيكم في الوضعية الإدماجية, واستغل جميع المعلومات المقدمة في الID card, في بطاقة الهوية الخاصة بفرحات عباس, من أجل يعني قام فقط بربط المعلومات. You need just to connect the information with each other by using connectors and sequencers. عن طريق يعني الاعتماد على استعمال الكلمات الواصلة. مهما أعطاك أي سيرة ذاتية راح تقدر تقوم بنفس العمل وبنفس كتابة الوضعية الإدماجية ونفس الخطوات التي قمنا بها الآن. نلتقي في درس قادم بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.